السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كراشر هيدز. رجعنا لكم لعبة ديستني، واليوم الاكزور او الاكس يو ار ذا ايجنت اوف ذا ناين جاء المدينة. طبعا كيف ما قلت لكم من قبل، يجي المدينة بعد الساعة 1 بتوقيت الامارات وبعد الساعة 12 بتوقيت مكة المكرمة. طبعا يمديك تلفل دروع، يمديك تلفل اسلحة، يمديك تسوي اشياء كثيرة على حسب اللستة اللي هو موفر لك اياها. هذا هو الاكس يو ار وموقعه في الخريطة. طبعا يبيع لك التايتن، يدة التايتن اللايت يبدأ من 30 وينتهي 36، والسترينث يبدأ من 99 وينتهي ل 106. السترينث البار اللي تحت على اليسار خاص بالملي اتاك، يتلفل بشكل اسرع، وعنده خاصية انه يشيل امو زيادة من الارض، الامو اللي خاص بالهافي ويبن. يوم تستعمل خاصية الملي اتاك في في يدة التايتن هذا، الكول داون حق الجرانيتس مالك يعني يقل، يعني بحيث انه باختصار اذا استعملت الملي اتاك في يدة التايتن هذا، البار اللي تحت على اليسار اللي خاص في الجرانيتس يتلفل بشكل اسرع، بس في وقت انك تستعمل الملي اتاك. نفس الشيء يزيد من سرعة الريلود لأسلحة السبيشال ويبن، قصدهم الشات جان والسنايبر والفيوجن ريفل. أما بالنسبة ليد راس الهانتر، راس الهانتر لا تبدأ من 30 وينتهي ل 36. طبعا الديفنس ارتفع في يدة التايتن، ونفس الشيء في راس الهانتر. الديسبلاين كان 94 وارتفع ل 101. الديسبلاين هو البار اللي تحت على اليسار اللي خاص بالجرانيتس، يتلفل بشكل أسرع. وفي نفس الشيء له خاصية انه يفر الجرانيت لمسافات ابعد، ونفس الشيء يعطيك كيف ما تقول لك طلقة زيادة في الجولدن جن. وفي نفس الشيء السوبر يتلفل بشكل اسرع يوم تستخدم الجرانيت، يوم تقتل احد بالجرانيت السوبر يتلفل بشكل اسرع. ننتقل الى صدر الورلك. طبعا صدر الورلك اللايت يبدا من 30 وينتهي ل 36، والسترينث يبدا من 130 وينتهي ل 139. السترينث البار اللي تحت على اليسار الخاص بالميلي اتاك يرتفع بشكل اسرع. اما بالنسبه الى له خاصيه ان الاكسيوم بولت، الاكسيوم بولت جرانيت الاكسيوم بولت في شخصية الورلوك، اول ما تموت او اول ما ترسبن يكون موجود، ويكون يعني يمديك على قولة الشباب انه يا اما اعتقد ينفر لمسافات، لا مو بينفر لمسافات بعيدة، يكون اقوى يكون اقوى. ونفس الشيء انه اول ما ترسبن يكون موجود، وياخذ لك امو زياده حق الهاند كانون، وياخذ لك نفس الشيء امو زياده للسبيشال ووبن. السبيشال ووبن هو الشات جان والسنايبر والفيوجن ريفل. طبعا اللي بعده روكت لاشن التورث. طبعا روكت لاشن التورث انا ما بشتريها المره، لان طلع لي في الديلي، طلع لي الجديد البيس دامج يبدا من 302 وينتهي ل 331. السلاح قوي قوي جدا، لكن يعني انا صراحه ما متشجع في الوقت الحالي. ليش؟ لانه ما له ارك دامج ولا له سولار دامج يقدر يفيدني في الريد الحديث. المهم اللي بعده هذا هو الاكزوتيك شارد. الاكزوتيك شارد هو الاكزوتيك اللي يمديك تسوي فيه ابجريد للاسلحه والدروع الاكزوتيك في الفتره الحاليه. اما هذا بالنسبه للاكزوتيك انجرام ما حد ياخذه، لانه خساره تدفع فيه 23 موت فلايت وبعدين عادي يطلع لك حق شخصيه ثانيه. المهم ننتقل للدروع، عمليه ابجريد الدروع. مثلا شوف انا اشتريت هالدرع، تشتري الدرع مثلا راس الهانتر بشرط انك تحط راس الهانتر هنا، زين ما يكون في اي اوز ثاني، تحط راس الهانتر. شوف الراس الهانتر اللي عندي انا اوريدي اللايت مال 36 لاني اشتريته توني. فشو تسوي؟ تحط راس الهانتر هني برا، زين يوم تحطه برا يطلع لك هني راس هانتر، تضغط عليه اكس يشيل عنك 7000 جليمر، يرفع لك وياخذ عنك واحد اكزوتيك شارد، ويسوي لك ابجريد للراس، يكون الراس موجود هني. اما بالنسبه لعمليه الاسلحه، عمليه الاسلحه انك مثلا شوف انا مقدم هني الايس بريكر، بيطلع لي اوردي هني الايس بريكر، بس الحين مو طالع. ليش؟ لاني ما عندي انف جليمر، جليمر فلوس الفلوس اللي عندك، فيطلع لك هني تحت جليمر، تضغط على اكس تشله ويلف لك. طبعا اليوم الله يسلمكم بلعب كل استرايكات، لا ريد لا ولا شيء ثاني. ليش؟ لان ابغى اشتري يده الهانتر هذا، ابغى اشتري صدر التايتن لاني اوردي عندي صدر التايتن هناك، ابغى اشتري سوشي زيمي الرديث
لاست وورد، ثورن، الايس بريكر نفس الشيء، وثاندر لورد، هذا كلهم بشتريهم. فلازم يكون عندي فلوس زياده، ما مداني الا اشتري راس الهانتر. ف يعني لازم اجمع فلوس كثير عشان اشتري راس الهانتر، قصدي اوردي اشتريت راس الهانتر عشان اشتري يدة الهانتر وصدر التايتن والاسلحه اللي كلها تحت لازم اشتريها عشان تكون فولي ابجريد. شيء ثاني بالنسبة إلى التليمتري، التليمتري هذا الله يسلمك، إذا أخذت مثلا نبدأ ناخذ واحد سترينج كوين يعطيك 5 تليمتري، التليمتري الواحد يقعد معاك 30 ثانية، 30 دقيقة، يسوي لك ابجريد سريع للبولس ريفل، اللي بعده حق السكاوت ريفل، اللي بعده حق الفيوجن ريفل. هذا صراحة ما أعرف، يقول لك صراحة ما اعرف شو قصده هني ابد. اي واحد يعرف هذا يحط تحت الديسكربشن شو موضوعه. طبعا الايجنت اوف ذا ناين بيقعد يومين من الساعة الحين، من هالساعة الوحدة بتوقيت الامارات و12 بتوقيت مكة المكرمة، بيقعد مدة 48 ساعة وبيطلع برا المدينة. هل اللي كان معي اليوم كان معاكم كرشار.